نرجع تاني نتكلم عن الكمالية. اللي احنا قلنا البرفكشنيزم شيء لطيف مش كده، لكن ايضا الكمالية عاملة زي الشعور بالذنب نفس الحكاية. عندنا كمالية عصبية نيروتك، وعندنا كمالية بتدل على التكيف وتدل على السوية اللي هي النورمال. يعني البعض بيعزو خصائص الشخص الكمالي الى العمليات المعرفية، يعني انه في خلطه هنا لازم تاخدوا بالكم منها، انه الشخص بناؤه النفسي بيتحرك في ضوء بناؤه العقل المعرفي. وده الكلام اللي كان كتير رافضينه في الاول، لكن ثبت في الاخر ان الانسان وحده كليه، وان هذه الوحده الكليه مرتبطه الجانب العقلي بالمعرفي بالجانب الوجداني بالجانب الاجتماعي، كل ده مرتبط ببعض. فبقينا واحنا بنتكلم على الاختبارات الشخصيه بنتكلم ايضا على العمليات المعرفيه، لان العمليات المعرفيه هي موجهات للسلوك يا اولاد، هي التي توجه سلوكي. لما انا اؤمن بالامانه يبقى هيبقى سلوكي امين. فهنا في تفاعل ما بين خصائص الشخصيه وفي تفاعل ما بين الخصائص المعرفيه، يعني الحاجات اللي موجوده عندي في عقلي التي توجه سلوكي. فدائما ما نقول العمليات المعرفيه موجهات للسلوك، بمعنى احنا دماغنا مبنية على فكرة السكيمز، على فكرة المخططات. يعني دي كل فرد فينا عنده حاجة اسمها سيلف سكيما. السيلف سكيما اللي هي الخطة الذاتية للفرد، انا حاطة لنفسي ايه المعايير اللي انا اتصرف فيها مع الناس، ايه المعايير اللي انا اؤمن بيها فيما يتعلق بالامانة، ايه الحاجات اللي بتسامح فيها باعتبارها مش هتخل بالامانة. فكل واحد فينا عنده سكيما most of the time different عن الاخر. ما احناش كلنا يعني طبعة واحد، عامل زي بالظبط الفينجر برينت اللي هي بصمات الاصابع، كل واحد فينا بشكل مختلف. في علاقة كبيرة جدا بين العامل المعرفي والانفعالي، ودي مسألة معروفة جدا في مسألة الانفعالات. وبنعتبر الافراد المواقف اللي بيزوروها هي دي وظيفة للموقف المعرفي. يعني ما يظهر علي من انفعالات هو متأثر وحدث بفعل المكون المعرفي، والانفعال رد فعل لحدث داخلي معرفي. يعني انا لما اغضب معناه ان في حاجة جوايا حصلت فخلتني غضب وهيبان علي. أليس واخرون ومهوني وعدد كبير من العلماء قال لنا انه الاحداث الداخليه للفرد مصدرها المعلومات المعرفيه، وده بياكد مره تانية بيعمل لنا اشور على ايه، على فكره العلاقه الجدليه، العلاقه الجدليه ما بين الكوجنيتيف وما بين الافكتيف، الاثنين بيشتغلوا مع بعض بشكل متوازن. وبالتالي العلماء جمعوا معلومات كتيره عن هذه المساله، فاكتشفوا في الاستبيانات اللي عملوها للكماليه انه في جزء، في جانب سلوكي وفي جانب معرفي وفي جانب انفعالي للكماليه. زيه بالظبط زي ايه؟ زي لما اتكلمنا عن الشعور بالذنب وقلنا انه في جانب معرفي وجانب انفعالي، احنا بنقول هنا في ثلاث جوانب للكماليه، الجانب السلوكي، الجانب المعرفي، الجانب الانفعالي. ويبدو اننا امام قاعده من القواعد بتقول لنا ما نقدرش نفصلهم عن بعض. بيقولوا لنا انه بتعتبر الكماليه العصبيه احد صعوبات التوافق. فالناس يعني ما تبقاش مغرمة قوي بفكرة الكمالية، لأنه الكمالية فيها جزء عصابي وفيها جزء إيه؟ جزء سوي. فبالتالي الأشخاص الكماليين العصابيين اللي هم بيحطوا نفسهم في مستويات غير واقعية وبيحاربوا ونضلوا عشان يحلوها، لازم هو الفشل والنجاح بيجي من إيه للأشخاص؟ إنه الطموح مطلوب، يبقى عندك أسبيريشن وإن أنت تبقى راغب في إنك تحسن أوضاعك، دي حاجة كويسة. لكن كمان لابد انك انت تفهم قدراتك، تبقى عارف ايه الحاجة اللي هتمشي فيها وهتنجحك، فما تختارش حاجة اكبر من قدراتك فتكون النتيجة انك موصل اوف ذا تايم غير راضي عن اللي انت بتعمله. قررت انك تعمل دكتوراه لكن انت ما عندكش القدرة اللي تخليك تعمل دكتوراه، ما احنا مش كلنا قدرات زي بعض يعني. ف
فلانك اخترت حاجه طموحه جدا جدا وانت مش قادر تعملها طول الوقت هتلهس ومش هتقدر تعملها. فاذا هنا لازم احنا نختار مستويات الطموح بتاعتنا بما تتناسب مع قدراتنا. ما ينفعش اقول انا اروح العب ملاكمه مثلا مع بطل عالمي مش عارف ايه وهو في الاخر هيكسرني يعني. يبقى هنا انا اخترت حاجه اعملها انا مش قدها. لابد عشان كده انا دايما اتكلم اقول تنظيم الذات وفهم الذات. انا لما افهم قدراتي ابقى عارفه ان قدراتي دي هتوصلني لان انا ابقى متميزه في الحته دي. ما اختارش حاجه انا عارفه ان مش هبقى متميزه فيها لان طول الوقت الكمالي ده عايز يبقى بيرفكت. ففي حاجات يبعد عنها وخليه في حاجات معينه علشان يقدر يتمتع بقدر متوسط من الكماليه وده الافضل ده. فاحنا بنقول هنا انه الشخص الكمالي العصابي دايما عنده مستويات غير واقعيه ودايما بيحارب وبيناضل عشان يوصل لها ودايما يضخم كمان الفشل. لما يجي يفشل في حاجه يفضل يقول انا فشلت في ده. طب وليه انا عملت ده؟ ما بيتنقلش للنقطه اللي بعدها، المفروض يتنقل لنقطه ثانيه. بالاضافه الى الانتباه الاختياري للسلبيات، يعني هو بمزاجه كده بيقعد يهتم بالسلبيات، يعني مغرم بالسلبيات ويفكر في الجزء. يعني احنا دايما حتى الكلام العام نقول ايه، بص للنص المليان. الكمالي ده بيبص دايما للنص الايه، للنص الفاضي، لان هو بتلكك على حاجه تخليه ايه، تخليه زعلان. يعني طول الوقت هو بيدور على مواطن الفشل ومواطن الضعف ومواطن الاشياء السلبيه. كما ينظر للكماليه على انها مكون نفسي، الكماليه دي مكون نفسي، ما زال يحمل الكثير من الخفايا للكلينيكيين يعني، وبيقدم لنا الحقيقه لو خدنا بالنا من الكلام ده بيقدم لنا تفسيرا مبسطا للكماليه لدى الافراد الذين تقل لديهم الكماليه. هيجدوا نفسهم متقبلين من البيئه اكتر. يعني هنا انا عايزه شخص يحب الكماليه لكن بدرجه معقوله مش بدرجه. الحاجه الثانيه كمان انه الاشخاص الكماليين السويين هم الاشخاص الذين يختارون اهدافهم بما تتناسب مع قدراتهم، لكن لا يختار له اهداف فوق قدراته هيتعرض للكماليه المرضيه او كماليه غير السويه او العصبيه. طبعا هم بطبيعتهم الكماليين عندهم دقه وعندهم اتقان وده بيعرضهم احيانا لعدم التقبل من الاخرين لان هم بيزودوه. عارفين الناس اللي بتزود الحكايه قوي، وبالتالي هنلاقي كمان ان هم دايما غير راضيين عن الاعمال اللي بيعملوها لانها غالبا ما فيش حاجه اسمها بيرفكت، يعني ما فيش كل شغله لازم يبقى فيها دوفوهات. يعني الحاجة الثانية انه بيعتمد الكمالي على فكرة الاتقان، لكن كمان دي درجات، الاتقان دي درجات كتيرة جدا جدا، وايضا قدراته بقى هتؤدي بيه لانه يقدر يتقن زي ما هو عايز ولا قدرته ما تسمحش، وهنا هيقع في مسألة الصراع وغالبا ما هيبقى شخص في مواطن فشل في حياته وفي مواطن نجاح. في محاولات كتيرة اتعملت عشان نشوف ايه الحدود الفاصلة ما بين خصائص الفرد الكمالي السوي والفرد الكمالي العصابي. يعني عايزين نعرف بالظبط ما هي الفروق التي تميز الفرد الكمالي السوي والفرد الكمالي العصابي. وجدوا الحقيقة انه الاخير اللي هو العصابي متغير الرضا وعدم الرضا محدد. مهمة قوي. انا بقى راضي ولا مش راضي؟ العصابي دايما مش راضي. الكمالي العادي في بيحط حدود معقوله ومتوسطه ولما يعملها يبقى مبسوط وسعيد. الكمالي العصابي دايما بيحط مستويات اعلى من قدراته الحقيقيه ثم لا يستطيع ان ياتي بها وبالتالي يبقى دايما مش مبسوط ودايما حاسس ان هو ما عندوش رضا عن الاداء اللي هو بيعمله. وبالتالي عدم الرضا هو المحدد للكماليه. فلو مسكنا ايه المتغير او مفتاح
الكماليه يبقى الرضا وعدم الرضا. ليه بقى؟ لان انا اللي بحط لنفسي احلام او بحط لنفسي اهداف اقدر اوصل لها او ما اوصلهاش. لاحظوا كمان انه في ارتباط موجب بين الكماليه العصبيه وعدم الرضا، ووجد ايضا الكماليه العصبيه بترتبط سلبيا مع الذهانيه. شوفوا بقى، لو برضو الكماليه دي زادت هتؤدي الى الذهانيه حسب قائمه ايزنك. يعني لو طبقنا ايزنك هنلاقي الاشخاص الكماليين بدرجه عاليه دول بتظهر عندهم يعني يظهر عندهم ذهانيه بدرجه اعلى، وايجابيا مع مقياس الكذب، يعني لميل الشخص الى انكار بعض الاخطاء والاعترافات ووضع ذاته في احسن صوره. ليه بقى؟ ممكن جدا يبقى هو شخص عنده كماليه وبالتالي هتبقى درجه الكذب عنده عاليه، لان هو موست اوف ذا تايم عايز يبقى في احسن صوره. فدي هتعتبر برضو ايه؟ ملمح من ملامح عدم السويه وملمح من ملامح العصبيه. يبقى الكمالي ده لانه يا اما هترتبط بالذهانيه الكماليه يا اما هترتبط ايجابيا، يعني هيبقى في معامل ارتباط قوي ما بينه وبين الكذب، او درجه الكذب عنده هتبقى مرتفعه، لان هو دايما ما يقدرش يحط نفسه في الصوره الوحشه قدام الناس، فدائما ما بيضطر يكذب ويعتبر نفسه يعني ينكر بعض الاخطاء اللي ارتكبها عشان يبقى شكله ايه؟ يبقى شكله حلو قوي، يبقى شكله مميز قوي، ما بيعملش ولا غلطه. وايضا وجدنا ان احنا قلنا المفتاح بتاع الكماليه هو الرضا وعدم الرضا، هو راضي عن اداءه ولا مش راضي؟ ارتبطت بالذهانيه والعصبيه والانطوائيه. احنا شفنا ان مشاعر الذنب اللي كنا بنتكلم عليها من شويه ارتبطت بالاكتئاب والويزدرول والانسحاب. ارتبطت، فهنا في متغير الانطوائيه متساوي مع الشعور بالذنب. هما حلقات مرضيه مع بعض. ان المستوى السوي للكماليه بيبقى مصحوب بالرضا، هو راجع عن نفسه وبالتالي هو بيقدر ذاته وده بيدفعه لانه يعمل علاقات جيده مع الاخرين ويبقى فيه نجاح، يعني عاده ما بينجح. بينما على العكس الكماليين العصبيين بيحطوا مستويات عاليه جدا من النجاح ما بيقدروش يوصلوا لها، وبالتالي دايما هم مش مبسوطين، ها، والاداء اللي بيعملوه برغم النضال اللي بينضلوه ما هوش الشيء اللي هم بيبغوه، ها، وبالتالي هيبقى عندهم شعور بالدنيا لانهم لم يحققوا. الشخص الكمالي السوي هو اصلا لما حط لنفسه مستويات للكماليه حطها مستويات تتناسب مع قدراته، وبالتالي هو راضي عن تصرفاته. لان الشخص العصابي حط لنفسه مستويات نجاح اعلى من قدراته الحقيقيه، فموست اوف ذا تايم يعني معظم الوقت ينظر لنفسه على انه اقل، دايما حاطط نفسه في موقع بنسميه الدونيه، الشعور بالدونيه، الشعور بالنقص، الانفيريوريتي. على الرغم من انهم بينجزوا، لكن مش ده الانجاز اللي هو كان حاطه لنفسه، لانه حط لنفسه انجاز هو ما يقدرش يوصل له لانه قدراته ما تسمحلوش. في عالم من العلماء اللي اهتموا بالحكايه دي اسمه سلاب، قال ان الكماليه دافع للانجاز، ده حقيقي، يعني في علاقه بين الكماليه والدافع للانجاز لمستويات افضل مع كل لكن لقوها بترتبط بايه بقى؟ لقوا الاشخاص دول الكماليين دول عندهم اضطرابات اكل ونمط الشخصيه ايه؟ ها؟ وبعض الافكار العقلانيه حول اداء الفرد ومستوياته. منطقي، ممكن نلاقيهم، وانا ملاحظاتي الشخصيه في الناس اللي اعرفهم الكماليين بالفعل معظمهم عندهم اضطرابات اكل. اضطرابات اكل يعني ما يهضموش كويس، عندهم القولون، كل الحاجات دي كلها مرتبطه، لان هو زي ما بقول لك هو عايز يعمل حاجات كتيره جدا وقدراته لا تسمح له، وهو بيحط لنفسه مستوى. فانا بعتبر ده وضع خطا، لاني انا بحط نفسي في مستويات خاطئه. بعد كده بيقولوا ان في عالم مهم جدا اسمه وايت وفلات سنه 91 حطوا ثلاث ابعاد للكماليه من وجهه النظر الاجتماعيه. قالوا ايه بقى؟
الكمالية نوع من التوجيه الذاتي، توجيه ذاتي، انا اللي بوجه نفسي مش الاخرين، مش حد بره بيوجهني، لا ده انا اللي بوجه ذاتي. ها الفرد بيحط لنفسه مستويات عاليه غير واقعيه، الكلام اللي انا قلته، انا يعني الحقيقه انا يعني قلت الكلام ده ولقيت برضو هوايت بيقوله ان انا بحط لنفسي مستويات غير واقعيه خياليه. واحد يقول مثلا انا عايز اطلع ممثل مشهور جدا وما بيعرفش يمثل، يبقى انت حطيت، لكن هو لو راح اشتغل شغله تانية في معمل في معرفش ايه يمكن يحقق كل اللي هو عايزه من خلال ده. فاذا هنا ان البني ادم يفهم نفسه ويفهم قدراته ويوجهها كويس، دي حاجه مهمه، ويبقى برضو كمالي، بس كماليه سويه مش كماليه مرضيه. الكماليه ممكن جدا تبقى مرتبطه بالتوجيه من الاخرين او من اجل، زي الام اللي بتقول لابنها انت لازم تطلع طبيب، لازم تطلع اشهر طبيب، لازم مش عارف، ممكن جدا قدراته ما تسمحلوش بده، فهي برضو متوجهه من الاخرين. الكماليه مكتسبه اجتماعيا، يعني بمعنى بنتعلمها من المجتمع، ايه الحاجات اللي تخلينا فوق وايه الحاجات اللي تخلينا عظماء وايه الحاجات اللي تخلينا، دي مكتسبه. ادراك الفرد وتوقعاته من كل الحاجات دي كلها مرتبطه بالمجتمع مجتمع، يعني احنا مش بنتولد قوي كماليين بقدر ما احنا نكتسب الكماليه من المجتمع. البعد الاولاني الحقيقه نموذج زي ما قلنا كده، البعد الاول مرتبط موجب مع نموذج الشخصيه البارانويدي. هو ايه البارانويا؟ يعني احنا درسناها بقى في الاسكيزوفرينيا، والبارانويا هي تضخيم الذات. البارانويا ايه؟ ان واحد يعني شايف نفسه احسن من الاخرين، هو مش احسن من الاخرين ولا حاجه، فهي فيها تضخيم، فهي مش معناها مرضيه بس بالمعنى الشخصيه البارانويديه، ها مرتبطه بالكماليه، ومع ذلك هي منفصله ومش مرتبطه بالفصام. الانفصام ده مرض احنا عارفين، واحنا عارفين ان البارانويا احد اشكال الايه؟ الفصام، لكن هي مش مرتبطه بالكماليه في الفصامي، لكن الحته البارانويديه دي اللي موجوده في مرض الاسكيزوفرينيا مرتبطه بالكماليه، فكره بارانويا ان انا عايز ابقى احسن واحد في الدنيا. وهنا تتضح شخصيه مرضى الفصام البارانويدي اللي بيحملوا خصائص شخصيه يجمع بين النموذجين السابقين، وبيرتبط مع نموذج الشخصيه كمان القهريه. وايه بقى النموذج الشخصية القهرية؟ ايه هو القهر؟ انتوا خدتوه طبعا عارفين يعني ايه قهر. قهر يعني حاجة تدفعني وانا بقاومها وما بعرفش اقاومها. زي مثلا احنا النموذج اللي خدناه واحنا صغننين قوي في الجامعة، نقول انا قفلت الانبوبة لما قفلتهاش، انا ده بنسميه قهري. ها زي دلوقتي لما بيقولك على الشغف القهري بالالكترونيات او بالموبايل، انه الناس لما الموبايل يضيع منهم يتخضوا، فعندهم شغف قهري يعني بيتخضوا. فهنا بنقول انه شخصيه الكماليين ممكن تقع في هذا النموذج، وايضا ممكن يبقى عندهم قهريه وممكن يبقى عندهم عدوانيه ايضا، بس العدوانيه بتاعتهم دايما اندايركت يعني مش مباشره، واحيانا متعاطي الكحوليات، بس ده طبعا نتيجه، يعني ممكن الافراد اللي ما بيحققوش حاجات كتير في حياتهم هم كانوا كماليين يلجأوا للكحوليات او يلجأوا للمشروبات، لان انا بعتقد ان الناس دول ما بيبقوش مبسوطين، فبيبقوا عايزين يخلقوا لنفسهم عالم انا بسميه الهوس الصناعي. يعني ايه الهوس الصناعي؟ يعني الانبساط الصناعي، هو مش مبسوط بجد لكن هو بيخلق له عالم افتراضي ووهمي، ها يبقى سعيد فيه وبيضحك فيه. طيب ال ايضا فلت سنه 91 لقى ان ذوي الكماليه العصبيه خدوا درجات عاليه على الابعاد السابقه الثلاثه اللي احنا قلناها، اللي هي الفصام البارانويدي والعدوانيه وما الى ذلك. وده كل ما بحث بيتعمل ياكد البحث الثاني، يبقى بنبقى مطمنين للنتائج. الدي اس ام، دي اس ام اللي هو طبعا دليل الشخصيه، اللي هو طبعا معمول في امريكا اللي احنا بنمشي عليه، يعني ده بنقول المرجع لينا في التشخيص. حط الكماليه العصبيه ضمن اضطرابات الشخصيه، يبقى ما كانتش موجوده زمان لكن وضحها دلوقتي، ها يعني من سنين، يعني سنه 87، لكن قبل كده ما كانتش موجوده قبل 87. في 87 حطها معيار من المعايير المرضيه وربطها باضطرابات الشخصيه وفقدان الشهيه العصبي والاكتئاب واشياء اخرى.
يبقى اصبحت دلوقتي من سنه 87 اصبحت الكماليه، ما كانتش قبل كده موجوده، لكن تم اضافتها في التشخيص الامريكي للامراض النفسيه الدي اس ام. في اتنين تانيين قعدوا يشتغلوا على النقطه دي، اتنين راسكن وتيري سنه 81، وقالوا الكماليه العصبيه بترتبط بالنارسيسيزم. النارسيسيزم اللي هي النرجسيه، عارفينها طبعا، الاشخاص النرجسيين اللي شايفين نفسهم احسن ناس ومتمركزين حول نفسهم وعندهم قدر عالي جدا من الانانيه، لقوها برضو مرتبطه بالكماليه العصبيه وهي الدافع للكماليه. يعني النرجسيه قد تكون دافعا للنرجسيه. الوجدانات المجابه بقى اللي احنا عايزين نطلع عليها كده في بقيه الوقت الفاضي المرتبطه، احنا عارفين ان في وجدانات سالبه وعندنا وجدانات مجابه. الوجدانات السالبه هي الخوف، وده اللي يهمنا قوي، لان الوجدانات الايجابيه دي مع السويه هي هنلخصها في الخوف، الحزن، الغضب، الضيق، الاحتقار، مشاعر الذنب. والوجدانات دي بترتبط معا، بمعنى ان الفرد اللي بيعاني من الخوف هنلاقي بيعاني من الغضب، وهنلاقي بيعاني من الحزن الجريف يعني، ومشاعر الذنب، وهنلاقي الحاجات دي موجوده برضو في المشاعر الايجابيه لكن بدرجه منخفضه. وهنلاقي ان الغضب ضمن مقاييس العدوانيه. والحقيقه ان يعني في 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 تصفحي للاتجاهات الحديثه في هذا المجال بكتشف انه الغضب مرتبط قوي بالوجدانات السالبه، مرتبط قوي بالاجريشن او العدوان. يعني يكاد يكون صناعة العدوان مبنية على الأنجر أو مبنية على الغضب. يعني مش عارفة أقول لكم إيه في الوقت اللي فاضي، عشان بس نبقى وقفنا عند حتة نقدر نكمل عليها فيما بعد. هنلخص بس، قلنا الوجدان السالب هو تمييز الافراد بانه الافراد اللي عندهم وجدانات سالبه هم الافراد اللي بينخفض تقديرهم لذاتهم، عشان بس ما ننساش، والانفعالات اللي موجوده عندهم سلبيه، وبيميلوا للتركيز على المفاهيم الاساسيه عن الافراد والذات والعالم، وايضا عندهم مستويات عاليه من الحزن والغضب والخوف والعدائيه ومشاعر الذنب. اوكي، لو كان هذا الشخص بقى كمالي يبقى هيضع كمان مستويات عاليه من النجاح وما يقدرش يوصل لها. الوجدانات الايجابيه بقى هي ارتفاع تقدير الذات، يعني عكس الحاجات اللي احنا قلناها. هنلاقي انه الوجدانات الايجابيه الشخص هيبقى عنده تقدير لذاته، هيبقى عنده تقدير لانفعالاته الايجابيه، بيستطيع ان يميز وبيركز على المفاهيم المجابة، او بمعنى اصح زي ما قلت بيبص للكوباية المليان. ويمكن يتعمل بحوث حديثة تقول لنا حاجة مهمة جدا، لان انا بعتقد انه في يعني شريحتين من الناس، زي ما بنقول في انطوائيين انبساطيين، في متفائلين متشائمين. فالاشخاص المتشائمين اللي هم موست اوف ذا تايم بيفكروا في التداعيات السلبيه للاشياء اكتر من التداعيات الايجابيه، يعني لو حصل كذا كذا يمكن يحصل كذا، دايما يفكر في الحاجات اللي هي مش لطيفه. دول اشخاص يميلون الى الوجدانات الايه السلبيه. ايضا